أنا اليوم سعيد باستقبال زميلي وأخي الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وزير خارجية والمغتربين في الجمهورية اليمنية الشقيقة، في إطار زيارة العمل الرسمية التي يقوم بها إلى المملكة المغربية بلده الثاني. شكل اللقاء بيننا مناسبة لاستحضار عمق وقوة العلاقة التي تجمع البلدين والشعبين، علاقات قائمة على الأخوة الصادقة، على التضامن وعلى الدعم المتبادل فيما يخص القضايا الأساسية للبلدين. وكانت مناسبة لأؤكد للسيد الوزير دعم جلالة الملك القوي والثابت للشرعية في اليمن من خلال مجلس القيادة الرئاسي، الذي عبر عن جلالة الملك في رسالة التهنئة عن تقدير المغرب لهذا المجلس كممثل الشرعي والمخاطب الرسمي للمملكة المغربية في كل ما يتعلق بالجمهورية اليمنية، وكذا دعم جلالة الملك لكل المجهودات التي يقوم بها مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال المراحل الانتقالية في اليمن. عبرت كذلك لأخي عن رغبة المغرب في تطوير العلاقات الثنائية التي بسبب الظروف ربما تأخرت بعض الآليات في أنها تشتغل، ولهذا اليوم وقعنا على 5 اتفاقيات، واحدة فيها مهمة ديال آلية التشاور السياسي اللي كان متواصل ولكن كان موسمي، اليوم أصبح مهيكل وغتشتغل أجهزة وزارة الخارجية البلدين على استعمال هذه الآلية بشكل مستمر وحول كل القضايا. كذلك بعد لقائنا في مراكش في شهر مايو الماضي، وكما اتفقنا على ذلك، فالمغرب عين قائم بالأعمال لدى اليمن بإقامة في الرياض، ولكن ملفه الأساسي هو العلاقات المغربية اليمنية، وهو اليوم بدأ الاتصالات دياله وبدأ كيشتغل للبحث في كل فرص تعزيز العلاقات بين البلدين. كذلك تحدثنا على الجانب الإنساني اللي هو جانب مهم في العلاقة بين البلدين، هذا العنصر البشري، والمغرب كان دائما حريص على أنه يفتح الجامعات ديالو والمعاهد ديالو لتكوين الطلبة في اليمن، وكان دائما هذا مصدر فخر، لأن الطلبة اليابانيين كانوا دائما كيندمجوا بسهولة وكيحصلوا على أحسن نتائج في الجامعات المغربية. واليوم اتفقنا على أن يتم رفع عدد المنح اللي كانت 50 منحة إلى 100 منحة للطلبة اليمنيين، سواء فيما يتعلق بالدراسات الأكاديمية والدراسات يعني الجامعية، أو فيما يخص التكوين المهني. وبالتالي فإحنا غنبداو نشتغلوا انطلاقا من هذا الدخول المدرسي على كيفية استغلال كل هذا العدد من المنح، واللي قلت هذا جانب كان دائما واحد الجانب مهم في علاقتنا الثنائية. كانت مناسبة كذلك باش نشكر أخي على الموقف الثابت لليمن من قضية الصحراء المغربية، واللي كنا دائما كنشوفوه في كل المنتديات الإقليمية والدولية، واللي عبر عليه هو شخصيا في أكثر من مناسبة. وأكدت له كذلك بأن المملكة المغربية بتعليمات من جلالة الملك تقف إلى جانب اليمن، تقف إلى جانب الشرعية في اليمن، تقف إلى جانب خلق ظروف الأمن والاستقرار للشعب اليمني. وتحدثنا بطبيعة الحال حول آخر التطورات في الملف اليمني وجدت لي معاليه.
أولا تثمير المغرب للمواقف الرصينة والإيجابية اللي عبرت عنها الحكومة اليمنية والسلطة الشرعية في اليمن فيما يخص مسألة تجديد الهدنة. وهذا ليس غريب بالنظر إلى أن السلطة الشرعية والمجلس القيادة الرئاسي كان دائما كيغلب مصلحة اليمن ومصلحة اليمنيين على كل الاعتبارات الأخرى، ولكن للأسف هذا الروح الإيجابية ما واجهتهاش من الجانب الآخر نفس المنطق. كاين منطق ديال الابتزاز، كاين منطق ديال المس بأمن اليمن واليمنيين، كاين منطق الاشتغال لأجندات أجنبية، وكاين منطق تهديد الأمن والسلم الإقليمية ليس فقط في اليمن ولكن في دول عربية مجاورة. والمغرب كان عبر بشكل واضح على أعلى مستوى على مستوى جلالة الملك بأنه يعتبر ويدين الأعمال الإرهابية اللي كتقوم بها ميليشيات الحوثي واللي كتهدد أمن اليمنيين أولا ولكن كذلك أمن وسلامة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. والمغرب اعتبر بأن هذه الأعمال هي أعمال مهددة للأمن والسلم الإقليميين، وأن على المجتمع الدولي وعلى مجلس الأمن التعامل معها كما هي، هي أعمال إرهابية لمجموعات آخر هواجسها هو سلامة اليمن ومصالح اليمن واليمنيين، وتشتغل وفق أجندات للأطراف اللي كتدعمها واللي هي بالأساس الطرف الإيراني. فهذه الزيارة هي زيارة مهمة بالنظر إلى توقيتها، بالنظر إلى كذلك نتائجها، وبالنظر ما ستفتح من أفاق للتعاون بين بلدينا. وكل مرة نحن سعداء باستقبالك أخي أحمد، ونتمنى أننا نلتقي كذلك قريبا في إطار هذه العلاقة القوية بين البلدين. شكرا أخي. معالي الوزير ناصر بريطة، أنا سعيد جدا أن أكون بين أهلي وناسي في المغرب. أنا سعيد بلقائك اليوم في هذا المبنى الذي يمثل هذه السياسة الخارجية الرصينة لأشقائنا في المملكة المغربية، والتي نشهد حضورها في المحافل الدولية بشكل كبير، مدافعة ومنافحة عن قضايانا، عن القضية اليمنية وعن قضايانا العربية، وهو أمر ليس بغريب على ما تمثله ما تمثله المملكة المغربية من رصانة في مواقفها العربية والإسلامية تجاه قضايانا المركزية كذلك. أشكرك على الاستقبال وعلى كرم الضيافة، واسمح لي من خلالك أن أوجه تحيات أهلك في اليمن والقيادة السياسية في اليمن، مجلس القيادة الرئاسي وفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، إلى أخي جلالة الملك محمد السادس، وإلى الشعب المغربي على مواقفهم الثابتة تجاه أخوانهم في اليمن. ما يجمعنا هو الكثير، يجمعنا الدم ويجمعنا التاريخ وتجمعنا المصالح المشتركة ويجمعنا الهم المشترك. وأنا سعيد بأنه في هذه الزيارة نحن ناقشنا كثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تفتح آفاق كبيرة، والمغرب دائما في المخيال اليمني في الضمير اليمني هي كل شيء إيجابي. مئات بل آلاف من اليمنيين من يعني درسوا في المغرب وعاشوا في المغرب، وهناك علاقات مصاهرة وأخوة كثيرة. يكفي أن أشير أنه احتفلنا في الأيام الماضية بتخرج أكثر من 84 طالب دكتوراه، باحث دكتوراه، ذكور وإناث في الجامعات المغربية خلال سنتين فقط، وهذا يبين مدى يعني ما هو مدى الدور الإيجابي الذي تلعبه المغرب لليمن في هذا الظرف الصعب. تعلم بأنه في الظروف الصعبة نحن كثيرا ما نقدر هذا النوع من وأشكر لك كريم إعلانك الآن برفع المنح المقدمة للطلبة اليمنيين إلى 100 منحة. اليوم نحن وقعنا على عدد كبير من أو مجال وطيف واسع من الاتفاقيات، سواء في الشباب والرياضة والإعلام والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى ما ناقشناه في التعليم وفي تطوير العمل الدبلوماسي من خلال تعيين قائم بأعمال بالأصالة في اليمن. لكن كذلك أنا سعيد جدا بأن اليوم ولأول مرة نوقع بروتوكول للتشاور السياسي، وأن نرفع مستوى التنسيق والتشاور السياسي في قضايا الاهتمام المشترك إلى أعلى مستوى.
وإن شاء الله تكون هذه نافذة لنناقش فيها كثير من هذه القضايا. لن أتي بجديد لأجدد موقف اليمن الثابت الذي عبرنا عنه مرارا والذي يشكل موقف أصيل لليمن تجاه الوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمغربية الصحراء، واعتبارنا أنه أي نزاع لا يمكن أن يكون إلا في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الوطنية والترابية. هذا موقف أصيل لليمن، نحن نقف مع شقائنا في المغرب في هذه المسألة في إطار فهمنا لمفهوم التضامن العربي والوحدة، يعني مفاهيم الأخوة العربية وما تقره يعني المواثيق الجامعة العربية والمواثيق الدولية. كذلك كانت فرصة اليوم في حديثي مع أخي ناصر بأن نتحدث حول قضية مهمة جدا. تعلموا بأنه يعني تفصلنا يومين عن حدث مهم انتظروا اليمنيين كثيرا، وهو تجديد الهدنة التي استمرت لمدة 6 أشهر ماضية، شكلت فسحة أمل لليمنيين، كانت فرصة من خلالها استطعنا أن نحرك عدد من الملفات رغم عديد، لا أريد أقول مئات وألاف الخروقات الحوثية، لكن كان في هناك قرار استراتيجي من قبل القيادة السياسية اليمنية بضرورة تقديم أي تنازلات ممكنة من أجل المضي في السلام. نحن لا نريد هذه الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، المتضرر الرئيسي منها هو الشعب اليمني، وقدمت كثير من التسهيلات في هذا المضمار. يعني خلال فترة 6 أشهر الماضية أكثر من 1400 شهيد وجريح في مختلف الجبهات في فترة الهدنة، أكثر من 74 مدني شهيد وجريح خلال فترة الهدنة. لكن مع ذلك نحن صمتنا وكنا حريصين أن نلملم جراحنا من أجل أن نعطي فرصة لهذا السلام. يعني عشرات الآلاف من اليمنيين استطاعوا أن يستخدموا مطار صنعاء، يعني أكثر من 1.5 مليون طن عبر ميناء الحديدة المشتقات النفطية، رغم أن الميليشيات كانت المستفيد الوحيد، جنت أكثر من 200 مليار ريال يمني خلال هذه الفترة. مع الأسف كان يفترض أن توظف لدفع الرواتب والنفقات التشغيلية للمؤسسات الحيوية في الخدمات الأساسية في اليمن، لم يتم ذلك. ومع هذا ظلت أمال اليمنيين معلقة على يوم 2 أكتوبر، وكانت في هناك جهود دولية كبيرة جدا. كان في هناك مقترح قدم من قبل المبعوث الأممي لنا، تعاملنا معه بشكل إيجابي، لكن كما تعلمون جميعا بأن هذه الميليشيا مع الأسف كما كل مرة لم تعلي مصلحة اليمنيين، فضلت مصالحها الذاتية وقياداتها السلالية ومصالح إيران على مصالح اليمنيين. وفي اللحظات الأخيرة وضعت شروط إضافية وأتت بمغالطات جديدة وأفشلت جهود المبعوث الأممي في تمديد الهدنة. نحن لازلنا نقول بأن موقفنا الثابت هو نحن مع أي جهد يقود إلى السلام المستدام الشامل المبني على المرجعيات الأساسية والقرارات الدولية، وبالأخص القرار الدولي 22/16. نحن وأشقائنا في التحالف العربي تحديدا وفي قيادتها في قيادة التحالف في أشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دولة الإمارات العربية المتحدة نعمل ونسعى لتوفير كل الظروف الممكنة لتحقيق السلام وللجلوس على طاولة المشاورات. لكن أصبح واضح أن هناك طرف واحد في كل مرة يفوت هذه الفرص على الشعب اليمني. نأمل بأن يعني أن المجتمع الدولي أصبحت الصورة واضحة، أن تكون في هناك مقاربة جديدة في التعامل مع المشهد السياسي في اليمن. تحدثنا في رسالتنا إلى مجلس الأمن وفي بياننا يوم أمس بأن إدراج هذه الجماعة كجماعة إرهابية أصبح مسألة مهمة جدا، كل ما تقوم به خاصة تهديداتها الأخيرة المهددة للملاحة الدولية والتي هددت في ضرب وقصف المنشآت الحيوية في اليمن، أفعال تهدد الأمن والاستقرار في اليمن وفي العالم. أخي ناصر، أنا أجدد شكري لك ومن خلالك لأهلنا وشعبنا في المغرب، وأتمنى بأن يكون هذا اللقاء وهذه البروتوكولات اللي توقعناها هي فاتحة لتوسيع آفاق التعاون. نحن بين اليمن والمغرب لسنا بحاجة إلى بروتوكولات،
لكنها عبارة عن وسائل لتأطير هذه العلاقة. لكن أنا متأكد بأننا هناك يعني الكثير من المجالات التي يمكن أن نمضي فيها سويا. شكرا جزيلا.